تعود بالنفع للمواطنين وربما نترحم على الشهداء زملائنا اللي في قوة مكافحة الإرهاب. ممكن مع الزملاء اللي موجودين نسمعوا آراهم، ممكن نوصلوا لتوصيات لبرنامج يخدم بلادنا ليبيا ويخدم المواطن النازح الآن اللي ممكن في بعض المناطق إلى الآن ما زال موجودة هذه الألغام ومخلفات الحروب، ومخلفات الحروب راح تستمر حتى في ممكن عن طريق فرق البحث الخاصة بالمكلفة سواء كان من وزارة الداخلية أو من وزارة الدفاع، هناك فرق بحث قبل ما يتم إزالة هذه الألغام تبحث على أماكن زرعها، وهذه الخرائط مش موجودة عند الفرق هذه وما زال يقدموا في شهداء. قبل الحرب كانت وزارة الداخلية وما زال مستمرة في تفعيل دورها الأمني في وجود ضبط الخارجين على القانون وتسيير عديد من الدوريات اللي موجودة في الطرق. الحاج يجي هو بحركها كل شيء، أي شيء داخل بيتك حتى ترجع تلقى أي جسم غريب داخل بيتك ما تحاولش تلبسه، تواصل مع الجهات المختصة، تواصل مع الناس يعني اللي لها كفاءات ولها خبرة في هذا المجال. في الناس إن الأماكن هذه اتطهرت وإن كيف بنتصرف على أساسها بعدها، يعني هل هي البيئة هذه صح إني أنا نبني عليها بيت أو إن أنا نديرها أرض زراعية أو نستثمرها بأي موضوع؟ عندنا أبلاغ الرجال والنساء بالمناطق، يعني إبلاغ المجتمع بصفة عامة بالمناطق اللي مازالت خطيرة، يعني رجاء من الناس النازحة عدم التسرع بالرجوع للبيت والتهاون بهذا الموضوع. عندنا